واحد من الأسماء الكبيرة جدا في التحكيم المصري، واحد من أهم الأسماء في تاريخ التحكيم المصري هو الكابتن الكبير كابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الأسبق. راجل كان عضو في لجنة الحكام بالكاف بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وسمعنا أو مش سمعنا ده خبر يعني إنه الراجل ما بقاش موجود في لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم. طقصنا وعرفنا وفهمنا وشفنا عرفنا إن الراجل كابتن عصام عبد الفتاح عنده عمل جديد في الإمارات. طيب نزعل ولا نفرح ولا نتضايق ولا نعيش الوضع إزاي؟ ما أنا لما قريت الخبر اتضايقت إنه كابتن عصام عبد الفتاح ما بقاش موجود في الكاف، واتضايقت أكتر إنه ما بقاش فيه كمان واحد مصري موجود في لجنة الحكام بالكاف. دايما متعود إنه يبقى عندنا واحد مصري في لجنة الحكام بالكاف، وده عودنا عليه كابتن عصام عبد الفتاح. إيه بقى الحكاية؟ الوضع إيه؟ معانا عبر الهاتف الآن الكابتن الكبير كابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الأسبق من الإمارات. يا كابتن عصام منور الدنيا. حبيبي يا كريم، أنت اللي منور ومنور الشاشة، وكل سنة وأنت طيب وشعب المصري دايما بخير. وحضرتك طيب وبخير. أنا دلوقتي لما قريت الخبر زعلت جدا إن حضرتك مش موجود في لجنة الحكام بالكاف، هل القرار ده قرار الكاف ولا قرار حضرتك؟ والله هو دوام الحال من المحال يا كريم، فمحدش هيفضل في مكان طول العمر، ولازم تفكر بشكل يعني يتناسب مع اللي هتقدر تقدمه هنا او هنا او هنا. انا كان عندي ثلاث عروض عشان اكون صادق معاك. عرض من الكاف، الكاف واخد قرار على فكره من فتره طويله انه يعمل لجنه تحكيم جديده يعني. ده حقيقه يعني، واحنا عارفين اللجنه السابقه عارفين هذا الكلام. كان عندنا في بطوله 20 سنه هنا في القاهره، بطوله افريقيا تحت 20 سنه، وانا كنت موجود من ضمن المسؤولين على البطوله من الاتحاد الافريقي. وفي هذه البطوله قعد معايا احد المسؤولين الكبار. انا بقول لك حقائق يعني، مش وقال لي احنا عاوزينك في منصب مهم جدا في التحكيم. ان انت تحط الاستراتيجيه وتحط بلانز لتطوير التحكيم الافريقي. فكان العقد ده موجود عندي الحقيقه. ثم جالي عقد كمان في ان انا اشتغل في السعوديه، ثم عقد في دوله الامارات الشقيقه. انا الحقيقه قعدت افكر يا كريم. انا مش من الناس اللي بيقعد طول العمر يشتغل في التحكيم. انا يعني انا قلت حتى لما اوصل 60 سنه زي اللي بيطلعوا معاش في الحكومه خلاص كده كويس قوي. انا قبل كده كمان يعني هبطل، يعني قبل 60 سنه هبطل عمل في التحكيم، والواحد يستمتع بحياته مع اولاده الحقيقه، لان طول حياتي سفر كحكم دولي وكمسؤول كلها سفر الحقيقه، وبعدت كتير عن ولادي. فانا هشتغل سنه او سنتين بالكتير في التحكيم الفتره الجايه. فالحقيقه انا لقيت ان عرض دوله الامارات الشقيقه، الحقيقه اللي انا بتشرف الحقيقه وبشكر اتحاد الامارات على الثقه الغاليه دي، هو الانسب بالنسبه لي الفتره الجايه. فاخترته ليه؟ لان الحقيقه انا الناس دول الحقيقه اشتغلت معاهم من 10 سنين، برضو كنت مسؤول الفني المدير الفني للجنه الحكام، وتجربتهم كانت طيبه جدا وعملنا شغل رائع مع بعض. فهم ناس عندهم نيه غير عاديه في تطوير التحكيم الحقيقه. فلقيت ان المناخ هيكون خصب ويتلائم مع افكاري ان انا اكون موجود فيه. ده بكل اختصار والله يا كريم. طيب كابتن، لقيت ناس بتهاجمني امس. اتفضل. الاطراح بقى سامع فات، ايه ده؟ احنا لسه عندنا هذه الاحقاد، لسه عندها هذه. وفي صحفي بقى يا كريم، اتفضل، انا مش هقول اسمه يعني، مش عاوز اقول اسمه على لساني، ده ماسكني على طول. حتى لجنه الحكام الافريقيه اللي فاتت لما بداوا يشكلوها انا كنت موجود فيها، قال لك الاطاحه بقى تبع فتاح. لما اختاروني في اللجنه قال لك لا ده اختاروه وقللوا من امكانياته. معقوله احنا بنتعامل مع اولادنا كده؟ عيب. لما تبع فتاح لما يروح بره لو هنا او هنا ده بيشرفك. طيب كابتن عصام، بس طبعا مفهوم، انا ما كنتش عايز اقطعك، بس طبعا في وسط كلام حضرتك كثير من الاسئله. اول سؤال طبعا هو حضرتك عملك في الامارات هيكون رئيس لجنه الحكام؟ انا المدير الفني للحكام، رئيس لجنه الحكام دايما بيكون عضو في الاتحاد الاماراتي. لكن انا المدير الفني، زي المدير الفني كده للنادي الاهلي، نادي الزمالك، فاهمني يا كريم؟ هو اللي بيعمل الحاجات الفنيه كلها للتحكيم والتطوير و و والكلام ده. طيب ليه رفضت العرض السعودي واحنا شايفين الدوري السعودي والامور لها علاقه بتطور كبير في الدوري؟ بالعكس انا ما رفضتش العرض السعودي ولا شيء، بالعكس ده هم الناس محترمين جدا، وانا رحت قعدت فتره كمان هناك الحقيقه في السعوديه. لكن بالعكس يعني انت اوقات في اوقات كده
انت بتختار الحاجات اللي يعني اللي انت هتنجح. انت ممكن زي كده انت بتتكلم على مثلا امام عاشور وبتتكلم على اللعيبه، فاللعيب اكيد بيختار المكان اللي هيرتاح فيه. صحيح. المكان اللي ممكن يؤدي فيه. فهي دي يعني زي مذيع بيجي له اكتر من عرض في اكتر من قناه، فاكيد هيختار المكان اللي هيرتاح فيه، القناه اللي هيرتاح فيها، اللي يقدر يؤدي فيها، اللي يقدر افكاره يقدر ينفذها. فهي هي تبقى كده يعني. طيب كابتن عصام، حضرتك دلوقتي مش موجود في الكاف حسب ما فهمت من كلامك، برغبه مشتركه هم عايزين يجددوا، وحضرتك برضو ما كنتش حابب تكمل فتره اكبر، فهي رغبه مشتركه، انا فهمت صح؟ هي يا كريم زي انت عندك عروض فلازم بتختار. يعني الناس الحقيقه انا بشكرهم ان الناس ان هم يطلبوا مني ونقعد معنا. بقول لك كلام يا كريم، كلام هتحسب عليه. ان انا قاعد معايا مسؤول كبير جدا في الكاس زي ما قلت لك، وان انا استمر في منصب اكبر كمان من ادويه لجنه الحكام، ان انا احط الاستراتيجيه واحط بلانك لتطوير التحكيم. طيب مش يبقى ده اللي انا هفهمه دلوقتي. اتفضل. زي ما بقول لك يا كريم، انت بتختار اللي هيناسبك ايه، وكمان بتحط بقى في الاختيارات مش بس حاجات معينه، انت بتحط كل شيء، المقابل المادي، الناس هيقدروك ازاي، هتقدر تأدي ولا لا في المكان وتنجح فيه ولا لا، فده كله لازم تحطه في حساباتك اكيد يعني. صح.